استعرض الدكتور مصطفى مدبولي تقريرا من محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار حول مؤشرات تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022. وأشار المستشار محمد عبد الوهاب خلال الاجتماع إلى ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام المالي الماضي 2021-2022 لتسجل نحو 8 مليارات و900 مليون دولار بمعدل نمو 71.4% بالمقارنة بالعام المالي السابق عليه 2020-2021.